بلسان واقع الحال يستنكر بعض المراهقين وأهاليهم حول ما آلوا إليه اليوم من ثقافات في بلاد أوروبية تختلف موروثاتها الاجتماعية عن تلك التي تربى ونشأ عليها جيل الآباء. الحب والجنس والتربية القائمة على تعنيف الأطفال بداية من الصراخ إلى الضرب والنظر للدين والعلاقة بالآخر والزواج وغيرها من الأمور باتت عائقاً أكبر مما هي عليه داخل مجتمع مغاير. بين الطفولة البريئة والشباب الواعي هناك خط زمني فاصل يشدهم للوراء تارة وإلى الأمام تارة أخرى، ليصبح الأبناء في هذه المرحلة العمرية حائرين يعيشون حالة من التخبط والتيه أو صدمة ثقافية تقلب موازين حياتهم. فشعور بالانفتاح والحرية الفردية في المجتمع الجديد دفعت البعض من الشباب إلى العزلة والتشدد العودة إلى ثقافات مجتمعهم القديم كردة فعل على تماهي أهلهم بالقيم الأوروبية الجديدة. في المقابل تخشى عائلات عديدة من تأثير قيم المجتمع الآخر على أبنائها، لذلك تراهم يندفعون إلى إعادة أبنائهم في عمر محدد إلى سوريا ظناً منهم أنهم يحافظون بذلك على أولادهم وعلى قيم مجتمعهم التي تربوا عليها. وأطفال يعيشون حالة من الانفصام بين قيم المجتمع الجديد الذي ينشأون فيه وبين خوف ومحاولات أهلهم أحياناً تمسك بقيم الأجداد. هذا الانفصام بات يخلق أزمات عديدة لدى هؤلاء الأطفال. معايير قطعاً لا تقاس بالصح أو الخطأ، فما يمكن اعتباره صحيحاً لدينا هو مغلوط من وجهة نظر الآخر المختلف والعكس صحيح. ويبقى السؤال المهم، هل إلقاء طفلك ضمن هذا المحيط الجديد من القيم الاجتماعية يحميه مستقبلاً؟ أم أن الحفاظ على موروثاته الاجتماعية قيمة إيجابية حد ذاته؟